ممتع جدا جدا لدرجة الواحد يعني مش متصور نفسه بجد والله. يعني ربنا يبارك لك يا ايوه دكتور، كل يوم بتنال مننا دعوات قد كده. ربنا يبارك فيك. والله انا يعني في الكورس ده بقول بامانه، يعني بقول القشره بصراحه. انا لو هقول في الكورس ده يعني عايز لي يعني ضعف وقته 3 مرات تقريبا او 4، عشان يا دوبك احاول احس ان انا غطيت تفصيل، يعني لان الموضوعات يعني هو ربنا يسر لنا ان احنا نمشي كده في اتجاه ان احنا نفتح افكار. هو طبعا في كذا اسلوب تعليمي في الموضوع، ان انا ممكن افتح افكار فالناس تتحرك الافكار الموجوده والتفاصيل الصغيره هيعرفوها، طالما هو حب الموضوع هيعرفها. ده اتجاه، تمام. وفي اتجاه تاني لا، انا امسك حاجه واحده وادي تفصيل، فاهمني؟ في اتجاه كده واتجاه كده يعني. وكله طبعا ليه مميزاته وعيوبه يعني. فاحنا ماشيين باسلوب يعني نعمل كل الحاجات الاساسيه في كذا حاجه، بحيث نفتح افكار والناس تتعلم حاجات اكتر، ويبقى قدامهم الفرصه لما يحبوا يتعمقوا في شيء تبقى العمليه بالنسبه لهم حاجه سهله يعني. لكن المهم يكونوا عرفوا الحاجات الاساسيه. فاحنا انتهينا او بدانا احنا انتهينا الحمد لله من الماي اس كيل، وبعد كده انتهينا من البوست جريد داتابيز، وبدانا الحمد لله في الاورينت داتابيز. ما اعرفش هل الناس لحقت تبص على الاورينت داتابيز ولا لسه ما لحقتش تبص على الاورينت داتابيز المسجل يعني. ف مش عارف هل الناس خلصت البروجكت، هل في ناس ما خلصتش البروجكت على الماي اس كيل. انا مش محتاج طبعا، هو مفترض تعمل بروجكت برضو للبوست دي، بس انا خلينا بس ولو واحده بس الماي اس كيل. اتمنى يكون الناس يعني بمشيئة ده ومشيئة أحلى، لأن إحنا خلاص بعد الأورينت داتابيز لو رجعنا لو رجعنا إن شاء الله إن الخطة اللي إحنا كنا حاطينها في أول الكورس خالص، هنلاقي نفسينا إحنا خلصنا كل اللي إحنا الحمد لله اتفقنا عليه وزيادة، يعني إدينا حاجات أزيد من اللي إحنا كنا اتفقنا عليها زي الفاير بيز مثلا والريستفول اي بي اي بالتفصيل كده وكلام زي كده. لكن لسه احنا كنا متفقين على جزء اضافي ان شاء الله بعد ما نخلص الكورس الاساسي، قلنا في جزء اضافي كده هنتكلم على باي سبارك كانتروداكشن، ناخد فيه فكره ونعرف الدنيا ماشيه ازاي عشان نفتح بيه افكار باذن الرحمن يعني. ف يعني انا قبل ما ابدا ببقى حابب يعني يا دكتور الباي سبارك ان شاء الله هيبقى فيه اكتر من اللي هو الشغل العادي اللي خدناه قبل كده، اللي هو الاضافه والحذف والسيرش تعديل والكلام ده كله، هيبقى في حاجات اعلى شويه ولا هم الاربعه برضو؟ مفيش حاجه اسمها اعلى او اوطى، بس خد بالك من حاجه، هو الباي سبارك ملوش دعوه بالكلام ده. الباي سبارك مش داتابيز خالص خالص خالص، بس عشان كده بقول لك لا استناني بس لما ابدا اتكلم عليه، عشان بس ما يبقاش انت مركب خيال معين. هو مش داتابيز اصلا، هو ليه دعوه بالداتابيز؟ انت ممكن تربطه بالداتابيز او ما تربطوش بالداتابيز، دي حاجه ترجع لك انت. لكن هو بروسيسنج انجن، هو مش داتابيز انجن خالص، ملوش دعوه بالداتابيز انجن. هو ممكن يتربط بالداتابيز انجن ماشي، لكن هو ملوش دعوه بموضوع الداتابيز من اصله، فاهمني؟ هو مش باساسه ولا في مكوناته الداتابيز خالص، هو مجرد بروسيسنج انجن بيقدر يشتغل على الفكر الحديث بتاع البيج داتا وديتا ساينس. طب اقول لكم على حاجه، خلينا نتكلم عليه في اخر المحاضره، يعني احنا النهارده نقفل كده حاجات في الاورينت، لعل وعسى ربنا يكرم ويبارك في الوقت ونلحق نخلصها او نلحق نعمل كل العمليات عليها، لان هي العمليه سهله ما هيش صعبه ان شاء الله. ولو بقى لو تبقى وقت نبدا نتكلم على ندي كده نبذه عن الباي سبارك، لان الناس يعني تكلم عليه، بس هو يعني مش مفهوم هو مين ده، هو ايه ده يعني. فخلونا نتناوله يعني ان شاء الله بشيء من التفصيل باذن الله يعني. لكن خلونا الوقت نبدا في وخدوا بالكم من حاجه، انا برضو عايز انوه على حاجه، يعني ما حدش يفتكر لما اجي اقول ايه احنا بنعمل كراد اوبريشنز ان دي حاجه بسيطه فاحنا هناخد حاجات اقوى، مش اقوى لا، انت بتاخد اصل الشغل كله هو كده يعني. هو اصلا علم الداتابيس كله لو جيت تراجعه، فاهم ازاي؟ هتلاقيه متقسم لكذا قسم، قسم الدي دي ال والدي ام ال والدي سي ال. طبعا الدي دي ال اللي هي ازاي تكريت الحاجه الاستراكشر، وازاي تعدل وازاي تحذفه كاستراكشر.
وعلم البيانات اللي هو بقى الاضافه التعديل لحذف البحث اللي هم اربع عمليات اساسيه بنسميهم الكراد، دول هم علم البيانات التعامل مع البيانات. والدي سي ال اللي هو الدي اللي هو الكنترول داتا كنترول بقى اللي هي التحكم في البيانات والسكيورتي والكلام ده كله. فهتلاقي في الشغل الكوميرشال هو هتلاقي الرك كله بنسبه 90% على الكراد اوبريشن. انت ما بتاخدش حاجه بسيطه، تاخد الجزء الاكبر، الجزء الاكبر من التعامل مع البيانات. ال 90% انت بتاخد ال 90% يعني. طبعا في بعض الناس بتروح تشتغل سكيورتي، دي قصه ثانيه، فهيتعلم حاجات سكيورتي قويه جدا وشغل بقى يعني، يعني انا بحبه بصراحه سكيورتي مش هاكينج، انا ما بحبش الهاكينج خالص يعني. سكيورتي تمام، بياخد فيه سكيورتي في ليفل في الداتابيز وفي ليفل في البرمجه وفي ليفل، لكن طبعا للاسف كل الناس بتتكلم من ناحيه سكيورتي من اي كلام في اي كلام يعني، كل شيء كان يعني يلا الله المستعان. احنا بنتكلم على فكره البروجرامنج الامبلمنتيشن، ازاي بنفذ ده على الامبلمنتيشن. على العموم ده مش موضوعنا اصلا في الكورس السكيورتي خالص، والكريم بنعرف كلنا كريت يعني، مش موضوع صعب ولا حاجه، وبعدين ما بياخدش وقت، وبعدين اغلب اليو اي بتدينا ان احنا نكريت اصلا يعني باختيارات. فالموضوع مش القضيه، القضيه كلها في التعامل مع البيانات، التعامل مع، واحنا اصلا الكورس بتاعنا بيركز على فكره الهاندلنج ايه؟ داتا زي معالجه البيانات. وبالتالي فاحنا بناخد الكور بتاعنا اللي هو معالجه البيانات، وبالتالي احنا هو ما فيش اصلا عمليات اخترعوها اكتر من اللي احنا بنقولها. بس ايه بقى فاضل بقى؟ امكانيات بقى. امكانيات دي اللي هي ايه؟ مثلا انا عرفت ابحث مثلا بلايك، عرفت ابحث ببتوير، عرفت ابحث مثلا بمش عارف ايه، لا ده في حاجات اقوى من كده، ممكن ابحث بحاجات اعمق من كده، فاهمني ازاي؟ لكن في الاخر انا ببحث، فاهمني؟ يعني في الاخر انا ببحث بس بتعلم بقى، ابحث واجيب بيانات من اكتر من حته، ابحث واجيب بيانات مش عارف ايه، بس في الاخر انا في الاخر في اول واخر انا ببحث، وكلها بتحت السلكت يعني. وهكذا. فانت ما تستقلش اللي في ايديك خلاص، لكن بالعكس اكسبه وكبره اشتغل عليه، هي دي القضيه. لكن ما تستقلش اللي في ايديك ابدا يعني. طيب نرجع تاني لموضوعنا، احنا بنتكلم على الاورينتد داتابيس، فعشان برضو الناس اللي ما جتش لحقت تخش معانا في الموضوع، مطرح ما بتعمل داونلود الاورينت، الاورينت داتابيز بسيطه، داتابيز بسيطه خالص. انا عملت لها داونلود. طبعا هو الاورينت مبنيه على جافا، فالاول نزلنا جافا وعملنا انستول جافا تمام، عشان هي دي البيئه اللي هي اتبنت بيها الاورينت. الاورينت هي ساب اصلا يعني اس اي بي تبع شركه ساب، لكن اتبنت جافا، وبالتالي ادتنا قوة ان هي تشتغل على لينكس، على الويندوز، على الماك، على البتاع، على اي جن ازرق هي شغالة، لان الجافا هي اصلها كده تمام. وبالتالي سطبنا الجافا عشان يبقى موجود عندي على المكنة، على الماشين بتاعتي. بعد كده عملت اكستراكت للاورينت داتابيز، اتفكت هنا اهو، بس مش بتتعمل دبل كليك واعمل انستليشن وتبقى متسطبة والكلام ده كله، مش قضيتنا ولا موجود خالص تمام. جوه البن ده، جوه البن هنا، ده المكان اللي احنا بنشتغل عليه. في منه حاجه اسمها سيرفر دوت بات، وفي حاجه مهمه كمان اسمها كونسول دوت بات. سيرفر دوت بات دي اللي بتقوم لك السيرفر بتاع الاورينت. الكونسول بتقوم لك برضو السيرفر كل حاجه، بس بتخليك تكتب على الدوس بس تمام. فاحنا هنشغل السيرفر عشان يشوف الامكانيات بتاعت اليوزر انترفيس وكلام زي كده من المسار ده، من الباس ده. وبالتالي انا هفتح سي ام دي كده تمام، وبعمل سي دي تشينج دايركتري، يعني بروح بدل هو على السي يوزرز عادل، هقول له لا على السي يوزرز عادل ديسك توب بايثون 105 سوفت اورينت دي بنش. خلاص هو دخل في الفولدر ده. بعد ما دخل في الفولدر ده انا عايز اقول له انا عايز ارن سيرفر دوت بات تمام. سوري دايما بعمل السهم ده بالعكس للاسف السلاش. فعملت سلاش ناحيه الشمال ودوست انتر، بس بدا يقوم الحاجات في الرامه ويقومها وكلام زي كده لغايه لما ايه يشغل لي السيرفر بتاعي. بتاكد من ان السيرفر اشتغل، بيكتب لي او سيرفر تمام، وفي نفس الوقت بيديني ايه؟ بيديني العنوان بتاع الحاجه اسمها الاورينت داتابيز ستوديو. الاورينت داتابيز ستوديو اهو تمام، ادي العنوان اهو. طبعا لوكال هوست 2480
والاستوديو والاندكس والكلام ده كله كده اهو. السيرفر كمان كتب لي اورينت داتابيس سيرفر از اكتف، تمام. فهو معناه ان هو دلوقتي كله تمام، كله جاهز على العمل يعني. طيب اروح على اي براوزر عندي واقوم حاطط بيست الايه اليو ار ال بتاعي، تمام، اللي هو مدهوني يعني. هيفتح لي ان شاء الله، هيفتح لي الاورينت داتابيز ستوديو، تمام. الاورينت داتابيز ستوديو اتاكد دايما ان انت مش معلق السي ام دي في شيء عشان تفتح يعني، ما تعلقش السي ام دي كده. تمام، انا عامل كده ان اسمي انا معلق السي ام دي، تمام، ما تعملش كده، خلي السي ام دي كده حره عشان ما تعلقش معاك. على العموم ده الانترفيس، طبعا ده بيجي من على الويب. لو انت فاتح انترنت، مش فاتح انترنت ما بيجيش نيوز. وهنا اهو خلاص بيقول لك انت والله عندك اتنين داتابيز، ادي ديمو داتابيز، عندك ماي دي بي، ممكن تكريت داتابيز جديد من هنا، ممكن تيمبورت تجيب بيانات من بابليك داتابيز، ممكن تحذف الداتابيز، وادي وممكن تعمل لوجن، ادي اليوزر نيم وادي الباسورد، تعمل كونكت. لو عملت كريت داتابيز جديده يقول لك اديني اسم الداتابيز وبرضه حط اليوزر نيم والايه والباسورد قبل ما تخش. لو حبيت انك تخش تعمل لوجن على طول، اعمل لوجن على طول. انا هعمل نيو داتابيز مثلا، قلت له والله ايه هعمل مثلا باي دي بي مثلا، واليوزر كان روت والباسورد كان باس، تمام مثلا. او انا عارف بقى طبعا هنا حاجه ثانيه، الادفانسد اوبشن بيقول لي الاستورج تايب، عندنا تو ستورج تايب، اما بيبقى على الجهاز يعني البيانات مسجله على الجهاز، ده بنسميه بي لوكال، يا اما على الميموري، معناه ان انا شغال على الاستريم، على الميموري على السريع، تمام. وفي هنا طبعا انواع، انا عندي داتا باثنين نوعين داتابيز جوه الداتابيز بتاعت الاورينت، مش داتابيز في عندي الدوكيمنت داتابيز وفي عندي الجراف داتابيز، تمام. الدوكيمنت داتابيز والجراف داتابيز دول اثنين نوعين داتابيز جوه الاورينت داتابيز، وده اللي بيتميز بها فكره الاورينت ان هي مالتي موديل داتابيز، تمام. على العموم انا هشيل الادفانسد اوبشن خالص، انا مش عايز اشغلكم بيها، انا بس مجرد عايز اقول ان انا داتابيز هسميها باي دي بي على روت وادي الباسورد بتاعي، لو سمحت كريت للداتابيز. هيقول لي ماشي انا كريت لك الداتابيز اللي اسمها باي دي بي، كريت للداتابيز ودخلني يعني عمل لوجن، وفي نفس الوقت كريت للايه الداتابيز اللي انا عاوزها، وده كويس. حضرتك يا دكتور هتشرح الدوكيومنت والجراف برضه الاثنين ولا واحده بس ولا الاثنين زي بعض؟ الاثنين مش زي بعض خالص، الاثنين مختلفين. بس وكمان مش بس كده، كمان الاورينت بتعمل مرحله دلوقتي. السؤال عشان بس الناس ما سمعتش السؤال، الاورينت ولا الدوكيمنت ولا هنعمل الاثنين؟ تمام، الاورينت داتابيز بتدعم انك تشتغل دوكيمنت، بتدعم انك تشتغل جراف، وبتدعم انك تشتغل هايبريد. يعني ايه هايبريد؟ يعني اسلوب مختلط، تقدر تعمل حاجات جراف وحاجات فيها دوكيمنت، وده اللي بيديها قوة أكتر من فكرة إن هي مجمع لك كله جنب بعض وخلاص. لا، مش كله جنب بعض وخلاص، ده كله كمان ريليتد ببعض، تمام. حلو جدا. إحنا مبدئيا هنشتغل على يعني أبسط أسلوب نشتغل فيه مع الأورينت، تمام. أصل أبسط أسلوب نقدر نشتغل فيه مع الأورينت. بعد كده إن شاء الله ممكن أمدكم ببعض الفيديوز أو حاجة، بحيث إن أنتوا تقدروا تبصوا على الموضوعات الأكتر تمام، لان الاورينت لسه بحور يعني، مش للي عايز يتعلم اورينت. طبعا احنا هناخد بس اورينت من جانب ان احنا نعمل اورينت داتابيز ونعرف بنشتغل عليها من البايثون، ده الغرض دلوقتي بتاعنا. الغرض بتاعنا دلوقتي ان احنا نعمل داتابيز بتاعت اورينت داتابيز، وبنعمل كونكشن عليها صح من البايثون، وبنشتغل عليها وبنبعت لها اوامر من البايثون، وبنقدر نسمع فيها من البايثون، بحيث البايثون يبقى ريليتد بالاورينت بشكل تمام. كده الهدف بتاع خلص. لكن كاورينت داتابيز، لا، الاورينت داتابيز فيها كتير، تمام. ممكن ان شاء الله نحاول نمدكم كده ببعض الفيديوز الاضافيه، هاخد سجلت لكم جزء حلو عن الاورينت، ممكن اكمله لكم يعني، ممكن نكمل كده كانه كورس منفصل عن الاورينت داتابيز، بعيد عن البايثون والبتاع ده. طبعا ده بعيد عن البايثون، انت بس مجرد البايثون عرفت الكونكت وعرفت ترمي الاوامر تتنفذ هناك وتجيب منها نتائج وتجيب بيانات وكلام من ده، خلاص يعني رايح جاي. هو اخرك البايثون هتبقى رايح جاي، تبعت لها بيانات او اوامر بتتنفذ وبتستقبل منها بيانات كده، خلاص. انت بقى شوف بقى الاسلوب اللي انت شغال بيه في الداتابيز ايه. ولذلك
هيبقى شغلك مع الداتابيز يعني. احنا ممكن نبقى نعمل نزود مجموعه من الفيديوهات لو الموضوع عجبكم، بحيث ان احنا نتكلم على الاورينت. وطبعا اي امر بنكتبه هنا انت خلاص عارف ازاي هتنفذه في الايه، تنفذه في في البايثون يعني. طالما اتعلمت البايثون ازاي تريليتد مع الاورينت، ما اعرفش المفهوم وصل ولا لا، بس مش عايز حد يتلخبط. ببساطه جدا البايثون دي طريقه بتعمل كونكشن، بتعمل بتربط نفسك بالداتابيز وبتبعت لها اوامر. اوامر دي اما بتتنفذ يا اما بترجع لك بيانات. خلص الموضوع انتهى زي داتابيز تاني. لكن انت بقى شغال ازاي والكفيه ونوعيه الاوامر وازاي تشتغل جوه، خلاص بقى دي قصتك انت بقى مع الداتابيز. ولذلك لو انت فاهم في تفاصيل الداتابيز هتقدر تبعت اوامر اكتر وتفاصيل اكتر من البايثون للاورينت او من الاورينت زي ما انت عايز او من غيره يعني. تمام. ولذلك ممكن ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات اضافيه في موضوع الاورينت داتابيز، بحيث ما يبقاش بس انترو كده، لا يبقى فيه شويه تفصيل يعني، مش بس حتى كمان دوكيمنت، ويبقى فيه شويه حاجات جراف، بحيث نغطي الحاجات الاساسيه جوه الاورينت داتابيز باذن الرحمن. تمام كده؟ تمام سيد، شكر الله لكم. شكرا تمام يا دكتور، ربنا يبارك فيك. الله المستعان. طيب اول حاجه عشان اعمل زي تيبل كده، زي تيبل او اعمل حاجه اسمها كرييت كلاس. تمام. الكلاس بدي له اسم كرييت كلاس. مثلا انا هعمل كده كلاس زي ما كنا بنعمل في الداتابيز السابقه، الاكزامبلز في السابقه، فقلت كرييت كلاس اسمه كرييت كلاس. دي عندنا في الاورينت بتنقص، طبعا هي باينه قوي ان هي حاجه كده زي الاوبجكت اورينتد. هي بتعمل حاجتين في الحقيقه، بتعمل حاجتين كلاس وبتعمل حاجه اسمها كلاستر. بتعمل حاجه اسمها كلاس وحاجه اسمها كلاستر جوه الداتابيز، بتتكرر اوتوماتيك بالاثنين بنفس الاسم امبلي. بس ده كلاس وده كلاستر. الفكره زي البرمجه بالظبط. الكلاس زي الاستراكشر العام بتاع التوصيف العام للشيء للكلاس. وكنا عندنا مفهوم في البرمجه اسمه اوبجكت. الاوبجكت ده هو بقى اللي يقدر يشيل بيانات، يقدر يشيل الموظف رقم 5 اللي اسمه علي، اللي اسمه مش عارف ايه، اللي وظيفته كذا، اللي سابه. ده كنا بنسميه اوبجكت. كنا بنسميه احنا في البرمجه ايه؟ اوبجكت. مجموعه الاوبجكتس دي مع بعض، يعني مجموعه البيانات كلها اللي من نفس الاسطمبه بتاعت الامبلي دي، بنسميها كلاستر. بنسميها احنا نقعد في الداتابيس كلاستر. يعني بالاخر لو احنا تخيلنا الموضوع كتيبل، لو تخيلنا الموضوع كجدول بالجداول اللي عملناها زي الداتابيس القديم، كرييت كلاس اسمه امبلي، اكنك عملت الميتا داتا بتاعت التيبل. ما بتتكلمش على البيانات، رجعوا الداتا، بتكلم بس على ان في اي دي، في نيم، في سالري، في بس. ما قلتش بقى الاي دي ايه كام، ولا الاسم ايه، ولا المرتب كام، ما قلتش الكلام ده خالص. فانا كده بعمل الاستراكشر العام، ده اللي بنسميه ميتا داتا، اللي هي البيانات عن الوصف عن البيانات اللي هتحصل، لكن هو ما فيش بيانات. خلاص كده. والكلاستر بالنسبه لنا هو التيبل بالديتا بتاعته فعلي، يعني اكن الكلاس اقرب حاجه ليه، يعني كلاستر اكنه التيبل بالديتا، بكل الروز، بكل الكولمز، البيانات كلها يعني كامله تتخزن في يعني في الكلاستر، ما بتتخزنش في كلاس. كلاس هو عباره عن التوصيف العام للبيانات المفترض ان هي تتخزن يعني. اقوم دايس على رن. تمام. قال لي كرييت كلاس اسمه امبلي. قال لي الكلاس ده تمام والامر اتنفذ ومفيش عندنا اي مشكله. تمام. كويس جدا. والكويري اكزكيوتد يعني اتنفذ وكله تمام. حلو جدا. عرفنا ان هو كرييت لي حاجتين مش حاجه واحده. كويس جدا. طب انا دلوقتي عملت كلاس كلاستر فاضيين. هل ده ليه اي معنى؟ ملوش اي معنى غير انك انت بس هتنشيت هتبدا، لكن انت فاضي، كل حاجه فاضيه لسه. قلت له كويس. عشان تبدا تبني جوه الكلاس ده حاجه، اهم حاجه عندنا في الداتابيز البروبرتي. طبعا عارفين الكلاس في البرمجه بيكون من حاجتين، بروبرتيز وميثودز. طبعا ممكن نحط ايفنتس وممكن نحط حاجات كتيره جدا في الكلاس، بس سيبك انت من الكلام ده، خليك في الاصل. الاصل اللي بيكون منه اي كلاس بروبرتيز، ساعات بتسميها اتريبيوتس، ساعات بتسميها فيلدز، كلها اسماء سليمه، اوبجكت اورينتد سليمه. كل الاسماء دي معناها الحقول او الفاريبلز اللي جوه الكلاس، بنسميها احنا بالاسماء دي كلها. وي بلس الميثودز، الميثودز، الفانكشنز، السبروتينز، البروسيجرز، كل دي اسماء برضه صحيحه. تمام. دي اللي هي الفانكشنز اللي بتبقى مكتوبه. حلو جدا. فاحنا كداتابيز ما بيهمناش طبعا في فانكشنز، عشان بس تبقوا انتوا عارفين في فانكشنز اهي،
يعني في عندنا فانكشنز تكتب بين على الكلاس بتاعنا كل حاجه، لكن كداتابيز اصل كبيانات يعني بيبقى اللي يهمنا البروبرتيز البيانات، لان هي قاعده بيانات اصلا خلاص. اهم من الايه؟ اهم من الفانكشنز. الفانكشنز ممكن تبني برمجه وممكن تبني داتابيز، وكذلك في كل اللغات وفي كل الداتابيز الثانيه موجود الكلام ده، يعني موجود في الماي سيكوال، موجود في البوست دي، موجود في الاوراكل، موجود في السيكولات، موجود في السيكوال سيرفر، موجود في كل كمفهوم موجود، لكن اصل الداتابيز هي البيانات. تمام؟ فهنبدا بالبيانات. انا اول حاجه هي بروبرتي. خلاص البروبرتي دي عشان ابنيها الاول بقول والله انا هبنيها جوه الكليك حلو دوت، وابدا احدد الاسم البروبرتي عشان يعرف هو ايه في انه كلاس او اسمها الان كلاس. وممكن اقول مثلا ايه الاي دي، وبالتالي الاي دي ده هيبقى اول فيلد عندي للامبلي، وبحدد النوع واقول له النوع ممكن اقول انت تمام انتجر رقم صحيح، ممكن اقول لا والله مش انتجر ده سترينج معنى قصدي، ممكن اقول والله ده ديت صح، ممكن اقول والله ده فلوت رقم في كاف صح. دول اغلب الحاجات الرئيسيه او في البيانات، يعني دول اغلب الحاجات الرئيسيه عندنا في البيانات. قلت والله سترينج تمام وخلص، انا هكريت ان البروبرتي بتاعتي الامبلي سترينج ماشي، وبنفس الاسلوب اقدر اكريت اكتر من بروبرتي طبعا رنيتها اللي هي اشتغلت ستور تايب، هكريت بروبرتي برضو بس مش هدي له نيم سترينج برضو، هدي له مثلا الجوب يجي معايا برضو سترينج برضو، هدي له مثلا السالري ممكن نخلي السالري ده فلوت تمام. ايه تاني عندنا ممكن مثلا يعني خلينا في الفكره كده، احنا عملنا اي دي نيم جوب سالري تمام جوب سالري حلو جدا كده، احنا اكدنا كريتنا بالظبط التيبل بتاعنا بالاستراكشر اللي احنا عايزينه. ده اللي احنا كنا بنسميه الدي دي ال من شويه، ها الداتا ديفينيشن لانجويج او لغه تعريف البيانات. الاورينت من ضمن المميزات المهمه فيها جدا ان هي طبعا الداتابيز الحديثه، هي نو سيكوال دي من اهم الحاجات اللي فيها، مش من الاولد فاشن، مش من الشغل بتاع ريليشن داتابيز، على علم ان الاولد فاشنز دلوقتي كلها بتحاول تتطور عشان توصل للموضوعات الحديثه دي، من اهمهم الماي اس كيو ال. الماي اس كيو ال قدرت تحدث نفسها وتبقى دوكيمنت داتابيز، ما بقتش بس ريليشن داتابيز، لا حطت جواها كمان الدوكيمنت داتابيز، ودي حاجه كويسه تمام. لكن دي مبنيه الاصل الدوكيمنت داتابيز وجراف داتابيز ماشي. ليه بقول الكلام ده؟ بقول ان دي بقى الثانيه كانت مبنيه اصلها ريليشن، لكن دي نو سيكوال اصلها. الميزه بقى اللي مميزها قوي اورينت داتابيز، اللي مميزها قوي ان هي شغاله بنفس الستاندرد اس كيو ال بتاعنا الاصلي. فاللي متعلمين داتابيز او اللي جايين من 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 خلفيه الداتابيز الدنيا عندهم زي القشطه يعني، ما راحوش بعيد زي ما بيقول يعني، يعني كل المستوى اللي هم كانوا موجودين قبل كده او النولج اللي عندهم اس كيو ال ما تعملش في الشارع، تبقى علمك بتكمل طريقك وبتاخد علم اعلى، وفي نفس الوقت ما بترميش العلم اللي انت وصلت له، دي حاجه في غايه الخطوره وغايه الدقه للناس اللي بيشتغلوا بقالهم سنين، والناس اللي عايزين يشتغلوا لفتره طويله وسنين، بمعنى ايه؟ الاستابيليتي تمام؟ في استابيليتي في الموضوع، انا بتعلم حاجه ليها اصل وبتعلم لغه ليها اصل تعيش معايا واستخدمها في حتت كتير. انا مش عايز كل ما اتنطط الاقي لغات مختلفه وبتاع وانا اصلا كله شبه بعضه، بس انا بضيع وقتي ان انا اتعلم، انا عايز ابقى ثابت. زي ما اجي مثلا في الويب اقول لك اتعلم اتش ام ال، اتعلم سي اس اس، اتعلم جافا سكريبت، تعالى اتكلم. الكلام ده بنقوله بقى لنا كام سنه؟ الكلام ده بنقوله بقى لنا عشرات السنين ما اتغيرش كويس. طبعا في الحته دي ستيبل، الحته دي اصل، الحته دي ما فيهاش تغيير كتير، فيها ثبات، فيها ثبات في الاوامر وفي الشغل بتاعها، وده بيدي طبعا قوه للعمل. فاغلب اللغات اللي اغلب الداتابيزز اللي حصل فيها الحديثه اتكلمت اشتغلت كلها نو سيكوال داتابيز، اللي هي كلها تحت النو سيكوال داتابيز،
الناس تخيلت ان النو سيكول يعني لا اس كيو ال، وده غلط وده غلط. هي اصلا اختصار النو نوت اونلي اس كيو ال، مش اختصار النو، مش دي نو مش كلمه، مش كلمه نو تمام، يعني نوت اونلي اس كيو ال، مش بس اس كيو ال، الموضوع اعلى من كده. هي كان الاصل في الفكره كده، ولذلك الاورينت طبقت الفكره دي مباشره، قالت لك انا بستخدم اس كيو ال. قالوا لها ازاي انت نو سيكول؟ قالت له نو سيكول نوت اونلي اس كيو ال، مش بس اس كيو ال، فانا بستخدم الاس كيو ال كستاندرد ومعاها كمان اسلوب تاني اسمه الاي بي اي، وبقى عندها الاسلوبين وتقول لك انا بشتغل بالاسلوبين اللي عايز اشتغل بده ماشي، عايز اشتغل بده ماشي. حلو. ولذلك انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان اقول لك بص بقى على الاس كيو ال اللي احنا كنا متعلمينه زمان، وتحسبنا في اللغات الثانيه مش شغال معانا في الداتابيز الحديثه دي. ان انا اقول انسيرت انتو واقول اس الكلاس بتاعي، الكلاس بتاعي وحط الاسماء الحاجات اللي عايز احط فيها الداتا اللي هم الاي دي والنيم، زي ما كنا بنعمل بالظبط الاي دي والنيم والايه مش فاكر، والجوب والسالري، الجوب والسالري طبعا لو انا احط في كل البيانات بتاع كل الفيلدز او كل البروبرتيز مش لازم اعمل اللي انا عملته، لما بحطهم فيهم كلهم امشي عليهم بالترتيب مع اشيل الحته اللي معلم عليها، لو ملخبط او احط في حته حاجات ولا او يعني ملخبط يعني ايه عايز احط السالري قبل الجوب واعمل مش عارف خلاص بقى، يبقى في الحاله دي لازم احدد بالشكل ده تمام. طبعا ده برضو يعني كفكر فكر ستاندرد يعني ست انتو مش عارف ايه وما ايه له فاليو، يعني هبعت لك القيم او احدد القيم وابدا احدد له القيم اللي انا عايز ابعتها له بنفس الاسلوب بتاعنا العادي. انا قلت له مع عايد مثلا قلت له الاسم، خلينا ناخد اسم من عندنا اخر واحد كده كده بكريم طه مهدي. والجوب مثلا السري ممكن نحطه له براحته بقى ده كده كده من غير يعني سنجل كوت ولا حاجه، ده شكل ايه امر ان ستاندرد اس كيو ال عادي جدا يعني. لو عملت له كده اضافه قال لي نضفت، موضوع بسيط بس عايزك تلاحظ حاجات. اولا بالحته بتاعت البروبرتيز قال لي النيم طه، الاي دي 31، الجوب تيستر، السالري 37000 ماشي خلصنا. تعالى هنا بقى في الميتا داتا، بقى في الميتا داتا بتاعتنا عندنا حاجه اسمها الار اي دي، ودي بغايه الدقه ومهم حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا في اللي اسمه ده في الاورينت. حاجه اسمها الار اي دي دايما معروف في كل حاجه ليها ار اي دي، هو عباره عن يونيك اي دي يعني رقم مميز جدا يمكن يميز اي شيء في الداتابيز، وكل واحد حاجه ليها رقم. يعني مثلا دي حاطط 46 على 0 خلاص، 46 على 0 ده الرقم المميز للبيانات دي، وهيبقى دايما هاش 46 على 0 ده بالنسبه لنا هو الاصل في الموضوع خلاص كده. وادي الجمله الاصليه ده يا سبب الله. حلو، محتاجين نعمل ايه؟ محتاج ادخل كذا بيان بحيث ان انا اوريكم شكل اوامر الانسيرت العاديه بتاعتنا اللي احنا بنستخدم اشكالها المختلفه. في جمله ثانيه ستاندرد ان انا ممكن اقوم جاي اعمل كده واقول له ايه؟ انسيرت انتو بري سيت واقول له الاي دي بيساوي كذا والنيم بيساوي كذا وكده، وده برضه شكل من الاشكال اللي هو موجود برضه في نفس الكوره كلها. واحد مثلا اثنين كوره اثنين مثلا ناخد اللي فوقيه طاهر والجوب مثلا نقول اي حد يفكر لي باي حاجه مثلا سالري ده شكل اخر من اوامر اللي احنا ممكن نستخدمها ومتاحه عادي جدا معنا موجوده في الستاندرد وبرده بيخش. طبعا طاهر اخذ ايه؟ اخذ الاي دي ده. خد بالكم نسينا اقول فيرجن واحد يعني ده اول تعديل، والكلاس الامبلي لاحظوا هنا ده 46 على 0 ده حاطط عليه 47 على 0 فيرجن واحد يعني ما عدلناش لسه عليه خالص اول فيرجن. وادي ايه الامبلي كلاس وادي الامبلي كلاس وادي النيم والبتاع مش عارف ايه.
طبعا لو دوست على الاي دي ده هيديني ان انا اعمل ايديت على الريكورد ده، يعني لو عملت كده هيفتح لي ان انا اقدر اعدل بالانترفيس باليوزر انترفيس يعني في الدوكيمنت ده، طه والرقم والتستر والسلايم ممكن اغير الكلام ده كله ما عنديش اي مشكله يعني. تمام، وسيف واد فيلد واكشن بتاعتي وكل حاجه من الكلام ده ما فيش عندي مشكله. طيب اللينك لو كان فيه لينكس لحاجات تانية كنا ممكن يبقى ايه، يبقى فيه لينكس. طيب انا قلت له لا انا مش عايز ده، انا هرجع كده باك الاصل الموضوع عادي البيانات. طيب لو في هنا كلاس اللي اسمه انفلي، لو دوست على الكلاس ده هيبدا يطلع لي التفصيل بتاع الكلاس ده، اقول لي انفلي كلاس البروبرتيز بتاعته النيم والتايب والدليل وشويه حاجات اساسيه. حاجات اساسيه دي ده مشروح عندكم في الحاجات اللي هي مسجله، اللي هو مانداتري يعني هو اقبال ولا لا، ريد اونلي النوت نال مينيمم والماكسيمم والكليت اللي هي الكيس سنسيف ولا لا والاكشنز والنيم والتايب والبروبرتيز. طبعا عندنا فاضي الاندكس ما فيش اندكس لسه والكلام ده، لكن ده الايه الشكل العام بتاع الكلاس بتاعك اللي موجود. تمام، يعني بيديك كده ايه زي ربطات كده تقدر تتنقل بيها للفكره بتاعتك الاساسيه. على العموم ده شكل من اشكال رقم 2 في الانسيرت ماضي بيانات بتاعتي زي ما انا عايز. طبعا مش ده بس الشكل الرئيسي، بيشتغل برضو بشكل تاني حرفي قوي، بيقدر يديك انك تقدر تشتغل زي الدوكيمنت داتابيز زي ما اشتغلنا مثلا فاير بيس. مثلا فاير بيس كنا بنعمل الجيسون ونبعتينه صح؟ ودي حاجة وغاية الجمال. بس أنا قبليها لو أنا دوست هنا على insert into tester دي اللي كانت تكون عملها طه، بس أفتح ودوسها تطلع لفوق، ممكن أدخل كذا حد مع بعض ودي مشهورة يعني. أنا مثلا عندي صلاح وعندي مثلا رانيا، فأنا ممكن أقول له إيه مثلا واحد واحد ثلاثة مثلا، وما قال له ده صلاح صلاح مثلا، ممكن اخد كوما على طول يعني و لا معناها و واقدر ان انا اكمل عادي واخد نفس الكلام ده وادخل حد تاني وثالث ورابع وعاشر ورا بعضه في نفس الجمله ما فيش اي مشكله خالص. طبعا دي برضو مهمه لان ده بتخلينا نوفر لما كنا عايزين نبعت بيانات كتيره للداتابيز، ما نقعدش نبعت امر ورا امر ورا امر ورا امر ونرغب الموضوع بتاع الداتابيز، لا احنا بنبعت نعمل كل الداتا ورا بعضها كده وهي امر واحد يروح للداتابيز ويتنفذ مره واحده. فاحنا مدخل على طول ريكورد 48 وريكورد 49 على زيرو واتحط. اللي انا عايز اقوله ايه بقى اخر واحده بقى اللي هي تبني او اللي فيها شويه شغل حلوين، اللي هي بقى فكره الدمج ما بين فكرتين، ما بين فكره الدوكيمنت والجيسون وما بين جمله الانسيرت. ودي حته لذيذه يعني. ايه اللي عملته ابسط وانا شايف ان يعني انا بحبها يعني. المهم بقول كده كونتنت يعني محتوى، فانا عملت انسيرت انتو امبلي كونتنت ومشغل جيسون عادي جدا. انك تفهم الجيسون بشكل مباشر بما اننا اخذنا وقت كبير في الجيسون، فده حاجه شيء او ده شيء طيب يعني شيء كويس. فانا اقول له الاي دي هو قايل بيساوي خلاص، وقوم جاي قايل والله انا هدخل واحد واحد المره دي كام؟ انا مش عارف واحد واحد خمسه مين عند الدور عندنا؟ محمد منظور ماشي. قلت له قلنا لا ماشي، وقوم قايل له النيم قلت النيم يساوي والسالري اخذوا. انا كتبت يعني لكل سنجل وقت اللي دبل يعني كتبت جيسون مباشر. انا قلت انسيرت انتو امبلي كونتنت وبتبعت جيسون على ابوه، ولا يعني ولا الفت ولا عملت اي حاجه ولا يعني الدنيا بسيطه جدا. واعمل رن قال لي خلاص ما فيش مشكله واتضاف عادي كانه شخص عادي جدا. ده كله من الاشكال اللي بعمل بيها انسيرت. بس اللي يهمني قوي انا ان اثبت حاجتين. الحاجه الاولى
اس كيو ال عادي ستاندرد، كل انواع الستاندرد الموجوده. في نفس الوقت في جديد كمان انك بتعمل فكره الجيسون اللي كانت موجوده، انك تعرف تبعت جيسون وتتقبلها الداتابيز. جيسون الحديث، الشغل الحديث برضه بيضاف على نفس الاستراكشر بتاع الايه الستاندرد بتاع الانسيرت. فده طبعا بيدي للداتابيز دي متعه انت شغال بيها، لان هي خدت الشغل القديم وشغاله بتحدث فيه، وما يعني ليها اصل وليها امتداد وشغال على نفس الايه على نفس التوجه. فبتعمل عندك يعني ايه يعني انك انت زي ما قلنا بتعمل عندك استابيليتي. ده كده كانت كذا شكل من اشكال الانسيرت اللي ممكن تستخدمه، شوف انت عايز تستخدم ايه طبعا، بس انا لغرض ان انا اوضح الفكره الاساسيه. لو حبيت استمع البيانات بتاعه اللي متسجله جوه الاي بي، ففي عندنا جول سيلكت زيها زي كل الاوبر سيلكت العاديه، بس فيها طبعا يعني حاجات مختلفه بسيطه. نحاول نقول سيلكت استكس جول سيلكت فروم الاي بي، بس استكس يعني وفر طبعا دائما مش عارف بقى لازم من غير اسس خالص يعني سيلكت فروم الاي بي. وده طبعا يعني ماشي الحال يعني وبصراحه مفهومه يعني معناها ان كل الايه كل حاجه اللي موجوده في الاي بي وعملت ران جاب لي هم الناس اهم ادي الار اي دي الفيرجنز كلاس والنيم والاي دي والجوب والسالري. طبعا مش عايز بصراحه الفيرجن والكلاس ده، انا عايز بس الاي دي الاصل الار اي دي، وعايز الار اي دي زي ما هو بيكتب كده يعني. انا اقدر اقول له ايه؟ اقدر اقول له هات ار اي دي والاي دي بتاعنا الجميل والسالري مثلا بالترتيب اللي انا عايزه، وقلت له كده ايه؟ رن، فجاب لي اللي انا عايزه بالظبط. ادي الار اي دي اهي وادي الاي دي. الاي دي طبعا ما طلعش كويس ان دي حصل، لان انا كنت شغال جوه الداتابيز اي دي كابتن، فلازم اشتغل على الاي دي كابتن واعمل رن كده. الله ينور تمام. ادي الار اي دي اد ار اي دي والاي دي والنيم والسالري والجوب كله تمام، والضاف عندنا في الداتابيز. وادي شكل العرض، يبقى احنا كده بصينا لقينا. طبعا ممكن احط وير ونحط كلام من ده مش عندنا مشكله يعني. ممكن اقول مثلا اقول له وير يعني بشرط ان السالري مثلا اكبر من 27000، هات لي بس الناس اللي مرتباتهم اكبر من 27000. فقال لي هو مطاها ومرزوق، هم دول بقوا 37000 بقى كله 27000، فقدر يجيب لي الناس دي يعني. كاس كيو ال وستاندرد وسيلكت وكلام من ده، الدنيا شغاله تمام، الدنيا شغاله تمام، ما عندناش مشكله. وشوفنا كده على السريع